أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي خلال خطبتي وصلاة الجمعة أهمية التداوي من الأمراض والأسقام وتفادي وقوعها، داعيا أفراد المجتمع إلى أخذ اللقاح اللازم للتعامل مع جائحة كورونا بما يحقق مقاصد الشريعة بحفظ النفس البشرية. وكذا ينبغي الحرص على التداوي إذا كان المرض معديا ينتقل ضرره إلى الآخرين بسرعة مخيفة، ويتم ذلك بالعزل والابتعاد وأخذ الاحترازات ونحوه، كما في مرض كورونا المستجد فلا ضرر ولا ضرار. وفي هذه الأيام التي انتشر فيها هذا الوباء فإن أخذ الاحتياطات الطبية والعلاج الموافق المناسب والحقن اللقاحية من الضرورة بمكان للوقاية من هذا الداء، وهي لا تنافي التوكل على الله بل هي مشروعة، ومثلها كمثل من يحتاط من البرد قبل إصابته به بالملابس الثقيلة والتطعيمات المناسبة وغيرها، فلا يقول عاقل أن هذا ينافي التوكل على الله. وعليه فإننا ندعو كل مواطن ومقيم إلى أخذ التطعيم المطابق المناسب للوقاية من وباء كورونا، أجارنا الله وبلادنا وبلاد المسلمين من شره.